قلني حتى نبي حتى نبي حتى يا سعدي بالنبي حتى حتى يا سعدي بالنبي حتى حتى وريانا يا وني حتى يا سعدي بالنبي حتى حتى يا سعدي بالنبي حتى حتى يا أوني بالنبي حتى حتى يرقوم اللي فات الرحمن يرقوم اللي فات الرحمن ربي بشرهم بالغفران أبو بكر عمر عثمان سعد سعيد وطلحة يا الزبير عبد الرحمن علي جروم علي علي جروم علي وعبيدة يا سعدي بنا يا حتى يا وني بنا يا بي حتى يا سعدي بنا يا بي حتى أنا يا محمد زرتك أنا يا محمد زرتك داير مرقاك في مكة اللي قلي ما بشكرك نبي يا نبي يا شفيع الأمة يا سعدي بالنبي حتى يا وني بالنبي حتى يا وني بالنبي حتى يا سعدي بالنبي حتى يا بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا وسهلا بكم معنا في الحلقة الثانية من برنامجكم اليوم إن شاء الله كل ليلة ليالي رمضان إن شاء الله تعالى. وشاركني إن شاء الله في تقديم هذه الحلقة الزميلة من قناة الموريتانية الثانية منى بنت موسى، مرحبا وسهلا بك. مرحبا بك. وكذلك معنا المداحة مريم فاطر اللي طبعا اعتدت عليها من خلال الحلقة الماضية، ولا تعود معنا معها أيضا فرقتها. وبعد هذا الفاصل مباشرة لا يعود معنا الضيف الأول والحديث عن أمور تخص رمضان، وهي فقرة توعوية إن شاء الله تعالى. بعد هذا الفاصل لا نبدأ إن شاء الله فقرتنا التوعوية، وبعد ذلك نستقبل أيضا الاتصالات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام من جديد. طبعا فقرة توعية لهذه الليلة ليعود معنا الفقيه عبدي والعبدي، أهلا وسهلا، أتقرب المايك منكم شوي. طبعا الفقيه عبدي والعبدي مرحبا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من ليالي رمضان، ومبروك عليكم هذا الشهر المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بداية نختار نفتتح بحديث عام حول استقبال هذا الشهر المبارك واستقبال المسلمين له، كيفية أيضا استقباله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأفضلان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الساحل في هذه الليلة المباركة. وقبل أن نبدأ إن شاء الله نبارك للشعب الموريتاني هذا الشهر الكريم وللأمة الإسلامية جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر مغفرة ونصر وانتصارات. شهر رمضان سابق ندخله في معانيه ودلالاته، فمن رواية تتعود حاضر عند المسلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء،
وقد اختار الله سبحانه وتعالى هذا الكوكب الأرض أن يكون هو الكوكب الذي يعبد الله عليه سبحانه وتعالى، واختار من الكوكب مكة المكرمة فهي أطهر البقاع على المشهور عند أهل العلم، واختار الله سبحانه وتعالى البشر فكرمهم على كثير ممن خلق وفضلهم تفضيلا، ثم قال الله سبحانه وتعالى أنه قد اختار من لي من هذا البشر الرسل، واختار من الرسل الأنبياء، واختار من الأنبياء ذوي العزم، واختار منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختار الله سبحانه وتعالى أيضا الزمان فاختار شهر رمضان، واختار من شهر رمضان العشر الأواخر، واختار من العشر الأواخر ليلة القدر، واختار الله سبحانه وتعالى من الكتب السماوية كثير منها، واختار منها الأربعة المفضلة، واختار منها القرآن الكريم. فهذه الاختيارات الأربعة كاملة تتجسد في شهر رمضان، فالله أنزل فيه القرآن في ليلة القدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، وهذا لا يمكن أن يكون من باب المصادفة بحال من الأحوال، إنما هو من باب التكريم والتفضيل للشهر. ولما كان هذا هو التفضيل كان المؤمن يدخل إلى شهر رمضان الكريم بهذه المستوى القدسية العظيمة، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر من الخير والفضل ما لم يجعله في غيرهم من الشهور أبدا بحال من الأحوال. جميل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول حد أنا ما قد الصوم، عندي مرض، عندي كذا، من ذا كان نخرج من ال بحث عن الأعذار. لا لا، يعني يقول أنا ما قد الصوم، فعلا ما قد الصوم، من ذا كانوا انقفرت قدامه الفرصة المغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. فهذا التفضيل، هذه الفرصة الكبيرة، نلاحظ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام من قام إيمانا واحتسابا. إيمانا بماذا واحتسابا لماذا؟ إيمانا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إلي نجي، معناته أن الله يخاطب عباده بأسمى الصفة يجد عودهما فيها وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الجملة تفيد بالمنافسة قبلكم منهما، ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم فيه الصيام، وما بعد فرض الصيام فيه الصيام. فنحن الآن ندخل مسابقة مع دخول شهر رمضان، نسابق الذين سبقونا في هذا الصوم. ما هو المراد من ذلك؟ لعلكم تتقون. إذن لما كان المراد بذلك التقوى نظرنا شنه شنه التسهيلات اللي خلقت في التقوى، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. شنه معنى فتحت أبواب الجنة؟ إحنا قاعدين فتحت أبواب الجنة في السماء وإحنا قاعدين هون، شنه منا علينا؟ معناته أنه فتحت أسباب دخول الجنة بقبول العبادات. ولذلك تجدون كما يجد مع المشاهدين الكرام أنهم يقومون في رمضان ما لا يقومونه في غيره، ما السبب في ذلك؟ ويصومون في رمضان ما لا يصومونه في غيره، ما السبب في ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب الجنان فسهلت عليهم العبادة وتيسرت عليهم العبادة. ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في نفس المنحنى اللي هو منحى محاولة إيجاد هذا المقصد الكبير، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان. لما نقول صام رمضان إيمانا قلنا بماذا؟ إيمانا أن الله فرضه، احتسابا لماذا؟ احتسابا للأجر. وإن كان الحديث فيه كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، فلم يذكر لنا ماذا يجزي به، ولكن يكفينا أن الكريم يقول أنا أتكفل من الموضوع، أنت صوم عندك سبحان مشكلة الله. ولكن يأتينا حديث ثاني يقرب لنا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام في سبيل الله يوما واحد، يوم واحد، نهار واحد، باعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا.
70 خريفا. فلذلك هذا احتساب للأجر. غير اللي نقول غفر له ما تقدم من ذنبه. لما نقبض إنسان متوسط العبادة 40 سنة، هو المتوسط، متوسط العبادة عند الناس 40 سنة. لو أخذنا إنسان عمره التعبدي 40 سنة وكان حريصا كل الحرص على أن لا يأتي الذنوب، ولكن تغلبه نفسه في اليوم بمعصية واحدة فقط، واحدة فقط. طبعا هذا من فضل شهر رمضان. احنا جايين داخلين غفر له ما تقدم من ذنبه، شوف الكريم نوفاونه إن شاء الله. طيب. فلو قلنا أنه يعصي الله يوم في اليوم مرة واحدة، معناته في السنة كم؟ 360 يوم. 65. طيب. في 40 سنة لا يجينا حدود 13,400 سيئة لمن يقوم بسيئة واحدة، فكيف بمن يأتي بالسيئات الكثيرة؟ فهذه لما تمحى كاملة في صيام شهر يصوم الإنسان 15 ساعة 13 ساعة، لما تمحى في قيام الليل يقوم ساعتين ساعة ونص، لما تمحى في انتظار ليلة القدر، فنجد أن معنى ودلالة فتحت أبواب الجنة أنه فرصة، من استطاع من أراد فليلش، ومن حرمها فهو المحروم. نعم. انك سيادة الفقيه عبدي ولد عبدي، وذكركم اعزائي المشاهدين برقم الهاتف يمكنكم التواصل معنا به هو 45 25 22 00، وراجع لكم عند مولانا ان شاء الله صوم مقبول وفطار شهي ان شاء الله. وشكرتكم وشكر جميع المشاهدين بقناة الساحل. جميل. طبعا هذا الرقم مديور به انكم ياك تلفنونا عليه، والعادة أي سؤال تبقوا تطرحوه للفقيه في هذه الفقرة التوعوية إن شاء الله نستقبلوا اتصالاتكم. بالمناسبة أيضا لا ينسجلوا أرقامكم والله أسماءكم، وفي نهاية الحلقة لا يتعود ذم قرعة، وأحد المشاهدين اللي لا يتلفنوا الليلة لا يحضر معنا في الحلقة الجاية، يعود قاعد معنا هون يشاهدها من قريب، والعادة اللي باقي يشارك معنا فيها يشارك، المهم أنه لا يعود معنا هون في هذه الجلسة. يعود ذم اتصال جاهز طلعونا مباشرة. طبعا رقم الهاتف يظهر على الشاشة. صحيح. هو كيف ما قلت 45 25 22 00. نعم. توجه لكم سيد الفقيه بين ما عاد جينا اتصال. طبعا دائما يقولون لا تكن رمضانيا وكن ربانيا، يعني بعض الناس اللي دائما يتقرب من الله سبحانه وتعالى لا في شهر رمضان المبارك ونيه في شهر رمضان المبارك تتوقف فيك الأعمال الخيرة. هو شهر رمضان فرصة للقرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن دلالة القرب من الله سبحانه وتعالى الاستمرار. مولانا يقول في حديث قدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ويقول في حديث آخر يبين ذا المعنى اللي كنت انت دور نوصل له، هو أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. فأقرب شيء يتقرب به العبد لله الفرائض، فإذا زاد في النوافل يعني عدل الصيام، وزاد في الصيام قراءة القرآن، وزاد في الصيام قيام الليل، وزاد في ذلك حفظ الجوارح، حفظ الجوارح عن المعاصي جميعا، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. والله سبحانه وتعالى لا يتجسد في الأسماع ولا في الأبصار، ولكن معناه أنه إذا تقرب العبد إلى الله بما افترض عليه ثم زاد في النوافل، فإن الله يحمي سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ويحمي بصره فلا يرى إلا ما، وهكذا يبدأ يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فلذلك رمضان فرصة تتقرب، ولكن إياك تعرف كان ذن قبل وتعرف أنك تفتح لك أبواب القربة في غيره من الشهور، ويكون الترقي إلى الله سبحانه وتعالى. جميل. نعم. طبعا العاد فم اتصالات بين مع الزملاء يطلعون هذه الاتصالات. طبعا أنا لا نأخذ الموضوع شوية غير، عندنا سؤال، وهذا السؤال دائما لا يسأله جميع الضيوف اللي لا يحضر معنا في هذا البرنامج سابق نهاية هذه الفقرة. السيد الفقيه عبدي والعبدي، نبقوكم تتكلمنا عن أول رمضان صمتوه، وشنو أطرف موقف خلق لكم في ذاك الشهر؟ أنا أول رمضان صمته كان في المدينة المنورة، لأني أنا كنت في ذيك الفترة نسكن في المدينة المنورة،
وطبيعة مدينة المنورة الحرارة يعني فعلا كانت حارة جدا. ولعلي عندكم كم سنة الآن؟ نعود ذيك الساعة حدود بين 13 وال 14 قد تكون 14 سنة 14 سنة قد تكون. أنا ذيك الساعة طالب وأيضا كنت نشتغل مولي أول 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 رمضان كنت نشتغل نبيع البصل وبنبته البصل ذيك الساعة نعم. فأتذكر أنه من ال من الـ 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 الإشكاليات اللي تخلق صعبة أنه عندي بسكليت أرالة ونمشي عليها من بين السوق اللي أنا فيه نشتغل فيه إلى البيت. الله يرحم الوالدة تكون مجهزة الإفطار. في يوم من الأيام أنا وصلت يعني افترت ما تقدر تواصل خلاص ننتهي على رقم الصفر. فالوالدة الله يرحمها كانت جايبة جيلة يقولوا لها أهل السعوديين يقولوا لها زبدية كبيرة زبادي لا لا زبدية زبدية يقولوها الجيلة نفسها معدلة فيها شربة باردة بس جيلة يعني كبيرة وأنا عطشان عطشان يعني. فأظن أني ما عجلت عن الوقت عجلت ما عجلت عن الوقت ولكني جيت ليت نشرب جيت على الجيلة كاملة شربتها كاملة ما شاء الله شربتها كاملة وكملت نارك لا لا هي أنا على وقت الوقت الإفطار وقت الإفطار ولكن إليني شربتها كاملة وهي باردة طحت راقد ولا صليت المغرب ولا صليت العشاء ولا صليت التراويح تميت بذيك الحالة إلى الساعة 11. فلذلك قبضت منها درس وتوف أنه حد لا هي اللي نعود عطشان والله جعان ياك قد يكمل فلا بد أن يقبض شوي شوي ولكن العطشان لا حجة له صح صح يعني سقمت نهاراتها كاملة لا الحمد لله الحمد لله على السلامة. طبعا لاهي نشوف الزملاء عاد الاتصالات عادوا يقدوا يطلعوا إذا بين معاه نستقبلوا الاتصالات. طبعا الفقرة وافية بلي وقتها تقريبا انتهى. في نهاية هذه الحلقة نختاروا وتتكلمون عن ضرورة وجود البرامج الدينية والتوعوية في شهر رمضان المبارك. الإنسان بطبيعته خلقه الله سبحانه وتعالى قادر على الاستيعاب وقادر على السماع. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الإنسان وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وانتبهوا لي لهذه اللفظة دقيقة. الملائكة يعترضون على الفساد في الأرض ويعترضون على سفك الدماء. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قلت الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. نعم في الإنسان شر ولكن هذا الشر يرد بالخير وهذا الخير يكون بالعلم. علم آدم الأسماء كلها انتبهوا الكلمة كلها معناته علمه الأصول 70 لغة وبقى عقب ذاك زيادة. فلما علم آدم الأسماء كلها قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هذه الخصلتين اللي عند بني آدم هي القدرة على الاستيعاب وقدرة على توصيل المعلومة هي اللي جعلت الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قال ربك للملائكة قالهم الله عقب ذلك اسجدوا لآدم تعظيما لعملية العلم. فلذلك لما يدخل شهر رمضان من الطبيعي جدا أنه يالت تعود القنوات الفضائية تخش مع الجو العام الروحاني اللي عند الناس فتبث لهم البرامج اللي يالت تعود هادفة في مستواها العام توصل مستويات العلم ما يحتاج إلى رمضان مما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالصحة وما يتعلق بالتربية وما يتعلق بغيره. جميل. طبعا بحديثنا عن برامج رمضان احنا معنا ضيف إن شاء الله أيضا في هذه الحلقة وعندنا أيضا فقرات معنا أيضا مدون بين المدونين الفيسبوك وعندنا أيضا فقرات أخرى فيها رسالة جاية من أيضا خارج موريتانيا من أحد المشاهدين وهو مدون أيضا معروف على الفيسبوك
وعندنا فقرة الطرائف هي اللي لاهي نختتم بها هذه الحلقة. نشكركم طبعا سابق نقصوا كل فقرات شاكرينكم فضيلة العلامة عبدي والعبدي و عندي عمافة متصل طبعا لاهي نقصوا فقرة الآن أيضا توعوية صحيح فقرة توعوية هي فقرة صحية 100 سؤال عن الكبد لاهي نتابعوا هذه الفقرة وبعدها لاهي أيضا نستقبلوا ضيف هذه الحلقة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. مرحبا بكم على قناة الساحل. تقبل الله صيامنا وصيامكم اللي نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج 100 سؤال على مرض الكبد. وهي الحلقة هي رقم 6 والسؤال هو شنو هما التحاليل الطبية اللي يمكن الإنسان المصاب يعرف كانوا حالته خطيرة والله ما خطيرة والله قاع المرض سنته والله ما سنته. ها سؤال جيد به اللي هو اللي دائما يقدر يمكن الإنسان المصاب عنه يتمونك نفسيا عنه ما خارجوش. وهذوما التحاليل يطلبهم قاع الطبيب قال يطلبهم ذاك معاينة المريض قال المريض يعطوا يفهمهم واللي ذاك يتمونك هو عنه ذا المعدل اللي هي يمكنه من يعرف الوضع اللي فيها ويعرف شنو هو الإجراءات يعطوا عدل في المستقبل. والتحاليل شنو هما عبارة عن تلواد مواد كيميائية تفرزهم الكبد وقتها موجوعة والله وقتها ماس هالشي اللي هي يقتل الخلايا اللي فيها. والمواد الكيميائية هما أنزيمات والأنزيمات قدر ينفرزوا في بلاد كمان عنهم قد ينفرزوا في وقت ما هو واحد. الأول يبان عند أي خلل خلق في الكبد هي الأنزيمات اللي قال هما آلات وأزات هم الثنتين هم اللي قاعد أكثر طلبهم ويالط المصاب يعرف شنو هو دورهم. هم يعبروا عن انحلال الخلايا الكبد من راسه كانهم تسوى الله ما أي خلل أي ضعف خرج الكبد يسوى شنو هم اللي يشو طالعات. هذا منبه للطبيب ذاك يسنت الإجراءات اللازمة. الأنزيم الثانية والله الثالثة ينقالها قاماجتي وهي تعبر عن معاناة خلايا الكبد كانهم تسو وهي ملي من علامات عن الكبد امتست مهما كان مس شيء فيروسي والله ما هو فيروسي المهم عن الكبد لاحقت مرحلة من المعاناة اللي هذه قاماجتي اللي هي تطلع ولا تعتقد وراها. الأنزيم الرابعة اللي هي بيليريبين هذه مادة كيميائية هي مولية تنفرز في الدم فارزتها الكبد اللي هي تعطي درجة الاصفرار إلا باش هاي الأنزيم عاد كميتها ياسر باش عاد اصفار متين معنى أنا هذا جيد ذاك الإنسان يعرف شنو هي درجة الاصفرار اللي عنده إلى عاد ما هي طالعة الحمد لله أنا ما خرج شيء ولا عاد طالعة شنو درجته ذاك يتمونك هو كان هذا كانوا خطير والله ما هو خطير بيلي المرض بعد الأحيان يداوى نفسيا خاصة ذا النوع من 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 الأمراض. الأنزيم الخامسة اللي هي فوسفاتاز الحموضية هذا اللي هي تعبر عن نقص من العصار اللي في المرارة. المرض يلحق مرحلة اللي المرارة ماتت اللي تفرز ذاك العصار الأصفر اللي هو اللي عنده دور كبير في الهضم. التحليل السات اللي هو الألبومين هذه بروتينات اللي هي تسكهم اللي الكبد و اللي يعبر عن شغلته هي كان شغلته هي كانها جيدة والله ما هي جيدة والله درجة عمل الكبد كما تعرف عن الكبد هي إذن الإنسان.
هذو الانزيمات فم مواد اخرين كيميائيه في الكبده ينقال لهم لي فاكتور دو لا كواغولاسيون اللي هما البروتينات اللي يلعبوا دور في تجلط الدم. ذوك البروتينات ينسكوا في الكبده. هذو من التحاليل اللي نين يطقسوا يعبروا عن درجه مرض الكبده مراس. معناها انه هذو مولي لي فاكتور مهمين الى ود لهم رقاش. اقاربع اكثريه حالات ما يطلبوا هذو التحاليل الفوقانيين هم اللي اكثريه طلبهم، وخاصه الات وازت. وراي نشكركم على مشاهده هذا البرنامج، جاونا ياسر من الاسئله ولهن نعبر لكم اللي عن شكرنا وعنكم مرحبين باسئلتكم واقتراحاتكم. وتقول تمشوا منا على الرقم الواتساب اللي يبان على الشاشة. وجزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد ما توقفنا مع هذه الفقرة الصحية، ومعنا ضيف ثاني. قبل سابق نعرفه بالضيف الثاني، نختار نطرح سؤال على محمد به اللي ما شاء الله طرح الأسئلة على الأدمية. محمد، سؤالي أنا أخباري هنا تيا في هذا. طبعا أنت منى ضيفتنا وفي نفس الوقت أيضا مقدمة، لا تعد نموذج للزميلات اللي لا يحضر معنا في البرنامج خلاله هذا الموسم. زميلة منى هي صحفية في قناة الموريتانية الثانية، وتقدم معنا هذه الحلقة، وليلتقد أيضا يتعود فيه زميلة أخرى من مؤسسة إعلامية أخرى، وكذلك مؤسسة الساحل أيضا يعود زميلات أيضا مشاركات معنا في الحلقات القادمة. طبعا هذا الشرف اللي أعلنني في الحلقة الثانية معكم في البرنامج، ومرحب وهذا مدي من الشرف. طبعا ننقصوا فقرة الضيف، ما ننقصوا فقرة الضيف، ما في مشكله نقصوا فقره الضيف. انا بعد بشرفني عن اني قاعده نعود نشدوا اخبار الضيف والله. طيب نشوف فقره الضيف ونستقبل الضيف. ضيفنا الليله هو نقيب الصحفيين محمد سالم ولده، مرحبا بك معنا وشرفتنا، وحمد لله اللي حاضر هذه الحلقه الليله. من حظك يعني. من حسن حظي طبعا. جميل. من حسن حظي. السيد نقيب، مرحبا وسهلا بكم معنا في حلقه من ليالي رمضان. سابق تطرح لي السؤال اللي تبداي به. نختار نبدا معاكم السؤال اللي قررنا على نسول عنه اي ضيف، وهو رمضان الاول. رمضانكم الاول كيف كان، وشنو ابرز موقف خلق لكم فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف. قبلوا المايك شوي قربوا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا رمضان مبارك علينا وعليكم جميعا. علينا وعليكم. وأنا أيضا من حسن حظي أن زملائي هم من سأشاركهم هذه الحلقة الليلة. شرف. إلى المداحة مريم. المداحة مداحة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. هذه فرصة أيضا سعيدة. على كل حال رمضان الأول ما كان يتفقد منه شيء، به لله يعود يسعى على ماني كبير حتى في السن ما كان 14 سنة ثمانينات تقريبا 82 له يعود له يعود ما كان 15 سنة ولا 14 سنة واحدة منهم. نهارك الأول صمته كامل؟ نهارك الأول صمته كامل؟ ما نظر ما صمته كامل لا نهاري الأول ولا الثاني ولا الثالث قاع ما نظر حاشدي على النهار الأول والثاني. لا كنت نعذر شيء، قالوا لي الزميل المدون الله يعود ضيفكم برك أنه كان يدخل الدوش ويشرب يسحم، يدخلون له يسحم ويبلع عيني له. أنا ما لا كنت ندخل بطريقة أخرى ونشرب ونجون نعدلني تصاهر بني أني لامس صايم وأنا ماني صايم الحقيقة. لا حرى الفطور عبد الله فتوح عليك. على كل حال لكن الأطفال كاملين سنة مدولة تعرف يعود شيء شديد عليهم، حد لا يعود يمسك عن الطعام ويمسك عن الشراب ويعود مثلا هذا الشيء طار عليه، وبالتالي لا يعود الوالدين يحفزوه على ويراقبوه من أجل أنه يصوم، غير دائما لا يتم يعدل شيء من اللي يعدلوا الأطفال. وهذا قطعا أنه قليل قاعد لا يعود سارك منه وإحنا ما كنا ساركين منه. صحيح. على كل حال إحنا كنا أطفال في المداين هون، لأن أنا من مواليد 1967 في طب، هون يقولوا له طب موزي اللي هو هم كان احد وزارة التعليم، وبالتالي ابن مدينة نواكشوط من اطفال
مدينه نواكشوط الاوائل و لين نرجعوا له لين نرجعوا للامور اللي غايبه عن المشاهد. نعم لين نرجعوا لها ان شاء الله في جزء من الحلقه. طبعا نختلي نطرح عليك سؤال، شنو تقييمكم العام للوسائل الاعلام في الشهر الكريم؟ على كل حال التقييم مازال سابق لاوانه لخير بعد. قطعا مثلا اولا اشكر قناه الساحل وهذا البرنامج المتنوع، من العاده ان النوع من البرامج الرمضانيه حسب مثلا ما يقوله خبراء الاتصال في هذا المجال انه يضعوا البرامج متنوعه، تعود مثلا تستضيف شخصيات من اسس صبر اغوار سيارهم الذاتيه مثلا هذا نموذج ملي، مثلا اتاحه فرصه للمديح، اتاحه فرصه مثلا لاهل التراث لاهل الثقافه لاهل مثلا خرق حيويه متنوعه. جميل. ما هي القضيه اللي عودتنا عليها بعض القنوات، طبيب وفقيه وين كان الطبيب والفقيه مهمين في رمضان؟ السؤال مطروح يا خير، يلا يعود في برامج متنوعه. انتم نعم. متذوقين المدح؟ طبعا انا متذوق المدح لاني الحمد لله من اهل المحبه. جميل. صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله يسمعوكم المدح. والله بارك الله فيكم احسنتم. مريم طبعا ولا تنسوا مشاهدينا الكرام على ان الاتصالات مفتوحه للمجال درك، بامكاننا نستقبل المشاهدين. الرقم هو 45 25 22 00. نعم مريم. الحرامين 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 لا بيمام يا والنها لا بيمام الحرامين يا الحرامين الحرامين يا الحرامين الحرامين لا بيمام يا والنها لا بيمام الحرامين أمين يا الحرامين الحرامين لا بيمام
شرك بي منين حلف شي شنو شرك بي منين حلف يا دنيا كسر سيد كون هي تعذر له سيد الشرف وانزل له جبريل امين يا ملوك الله صف على صف خلت الخير المشركين بين الميت ومشلل واللي ينصح كير بوك البي إلا بيمام يا والنها إلا بيمام الحرام بين الميت والمشلل أباتهم العرب المتام دعش وطهر وطرقوا بيه أرات دباب القزيام قيل أبو قوصي النزيح عبد الله قشرت عدنام كرس طير النور عقب فيه عبد المنطالب راعي كام فيكم حتى قدين أصيح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللي قلتيه إن شاء الله زين بارك الله لاهي توجهوا لنقيب الصحفيين يقر عاد مكالمة أعطوهالنا مباشرة. أي متصل تلفن على الرقم اللي يظهر لكم على الشاشة من حين لآخر لاهي إن شاء الله نستقبله مباشرة ويعود أول متصل معنا في الحلقة. نعم مشاهد. نعم مشاهد. نعم السلام عليكم. نعم مشاهد عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم برنامج الخيمة الرمضانية. هذا برنامج ليالي رمضان بعد لا تخافات عليك الأمور. محمد محمود من كيفة. محمد محمد محمود من كيفة. مرحبا بك محمد محمود. محمد محمود من كيفة. محمد محمود من كيفة. مرحبا بك محمد محمود من كيفة. ما يسلموا المحمد محمود. السؤال المطروح انتم في كيفة. طيب رمضان يسلموا المحمد محمود من كيفة. مرحبا بك ومرحبا بجميع المشاهدين في مدينة كيفة. نعم شنو هو مستوى رمضان فم قيمنا رمضان في كيفة اليوم نهار الأول كانوا حامية كانوا بارد شو ماسي عندكم؟ هو حامي حامي شو ماسي مع الحمار حامي أكيد ما شاء الله نهار نار نار حامي أول النهار العربات رياح ما هي حامية حتى العربات حركة الناس تبدأ ضغوط تقبل ضروريات الصائمين والسوق وتحركة والعملين عادت العاشرة مثلا عليها الحمان وبدأت تنسحب تنسحب من السوق ترجع للمكيفات ترجع للديار والجو هون جو هون ساخن حقيقة لازمين نواكشوط لازمين الحق ولا كيف وانت عيد تجي نواكشوط نواكشوط حامي حامي جوهم حامي وفي وقايه لهم اللي عليكم اللي ضيعهم العطش ايوا انت عيد تجي نواكشوط شوي ما شاء الله راهو له يقول له لا ما هو حامي يا قاير انت نواكشوط حامي حتى ما لنا شايلين عليكم بشيء والله اي والله دائما نجي الحمد لله غادي الله يحفظك ان شاء الله شكرا 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 جزيلا الله يعيننا وعينكم ان شاء الله على الصيام ان شاء الله
شاكرينكم على البرنامج وعلى الاذاعات اللي متعدده. وانت رانك اذا جيت لنواكشوط تقد لا تدخل معنا في قرعه المتصلين ان شاء الله وتشارك معنا في واحده من الحلقات، حظك ان شاء الله. اذا شكرا جزيلا. والله ندور العود اللي عندي من المرضيات من المدح نشارك معاكم بها ان شاء الله وساعه المستضعفين المداحه الليله. والله والله بكل صوت تقد سمعنا سمعنا قاعد شوف شيء. سمعنا شيء من كيفه؟ ما كنت استعداد منه في الوقت شوي بعد. الله ندورنا نهيئ الاتصال. ايه وزين الله يحفظك ان شاء الله. اذا اتصال قادم الله يحفظك ان شاء الله. طبعا مريم انت الليله تبان بجمهورك. الله يضحك حد يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد بجمهوره ما شاء الله. طيب نتوجه للنقيب حول الفتره اللي صام الفتره اللي كنتوا تصوموا فيها اللي هي ثمانينيات وورك 2019 والله بدايه الثمانينيات. شنو الفرق بين الصوم هذيك الساعه الثمانينات وورك وبركات الجمعة؟ الفرق شاسع على الاقل بعد اللي عقلنا احنا عليه بعد كاطفال. هذه الموائد اللي درك تنطرح ما كانت تنطرح هذيك الساعه. وهذه البقالات وهذه مثلا هذا التنوع في المائده ما كان مهباس خارج. البقالات ما كانوا خارجين. وجبه وجبتين؟ لا وجبه ولا تقريبا فطور. درك كانك متفقد الفطور كان يتكون من ايش؟ كان يتكون من اساسا اللي يقولوا البيضان زريق زريقه شنين كان سابق شمن التمر ويعود معاه شمن النشا وحد مثلا مستواه معين ذيك الساعه يعدل طاجين بطرون يعدل طاجين ويعاد اللي ما هو بطرون يعدل يخلط فيه لا داشي عادي. هاي الامور كانت عاديه كامله وكانت الناس ما شاء الله اللي عرفت خارقه اللي هي متأقلمة معها سبحان الله. اليوم الصايب دون المائدة تنوعت والأمور قاعدة هي ما تنوعت هي جنة قاع والبقالات خرقوا البقالات اللهم لكم تراود المكشوطة بداية 90 89 90 على الله السبب ذاك ما كان ذي المظاهر اللي ظهرك المتنوعة في البيوتات والحمد لله كاملة ما كانت موجودة في تلك الفترة وأطفال تلك الفترة اللي ما كانوا قاع خاسرين حتى ذاك من خسارة لا ذاك اللي شبروتوه ولا فتيات أيضا تلك الفترة زي. لا ذاك اللي شبروه كانوا يتعاطوا معه ويتعاملوا معه الناس كانت مستوياتهم اللي متقاربة ما هات عاد فيها تفاضل بين الأشخاص تمايز بين الأشخاص المستويات مثلا الاقتصادية وذاك الشيء زين. بس كاميرا كانت لا متحاوزة مثلا كنت تتواصل مع الحماء على المكيفات ما مليعود كانوا المكيفات كبيرة شي قالوا فانتيلاترات ديك الساعة وفريجدار اللي مجبرونهم لا شيء مثلا صناعته قديمة حتى وعندهم اللي لا ناس اللي لا ناس ما هم المخزن قالوا لا ناس ما هي أسرع وبالتالي الناس اللي كانت تصبر ذاك كامل مع عند الجو في تلك الفترة ما كان قاع زين بدايته كان في الحمان غير عقب ذاك عادت الفترات ممتاز. إذا السيد نقيب عذرا شوي لاهينا بعد رجعتونا الدورة حتى مازلنا قاعدين نردوكم حتى ما القضية ما توفات به اللي درك. أيضا احنا عندنا سؤال دائما نطرحه في كل حلقة سؤال على المشاهدين في الفيسبوك وسؤالنا كان اختتمنا به البارح وهو أول رمضان يصوموه وشن هي أيضا ظروف اللي واجهوها في رمضان من الأول وبهذه المناسبة لا هنا بدأوا فقرة مع المدونين وقبضنا أيضا مدون من المدونين اللي اخترتوهم توما على صفحة الفيسبوك صفحة شخصية ولا الصفحة أيضا العامة. معانا المدون علي الشيخ والأحمد دو لاهي ينضمنا ذلك حالا في الاستوديو. علي الشيخ يتفضل بعد هذا الفاصل القصير يعود يتفضل. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد ما انضمنا المدون علي الشيخ والأحمد ومرحبا بك معنا وشرفتنا الليلة. نفس السؤال. السؤال الشهير لعود. سؤال الشهير الليلة. شنو هو كان أول رمضان لك؟ أولا بداية شاكركم على الحلقة. ثانيا شاكر أستاذ
الحافظ دكتور شغل عبد الله والخطر الله يحفظه شغل عبد الله شغل مولي عن اشتنا دائما نشوف طبيعة كما قال نقيب قبي عن طبيعة دائما الخيمة الرمضانية هذا نوع من البرامج دائما يود فيه لا طبيب وفقيه وشكيفته يغير هو الله اللي ما يرد فهم هذا فقرات بالمناسبة مولي هذا المدح هذا كروني بالقيام والله إذا زاد الجو تحت الخيمة والمدح هذا وللشرف عني مولي وتقاعد مع النقيب وشكر لكم بعد كل حال نقيب طبعا دائما قريب من الجميع الله الله بالنسبة للسؤال أول مرة نصوم رمضان شكيفته تقريبا بداية تقريبا 2001 2002 2003 شكيفته تقريبا ذاك وهو قول لي انت ذاك رمضان نهارك الاول صمت حسب المعلومات اللي سمعنا هو طبيعي انا قاعد بدايه رمضان ورمضان الاول دائما يخرج في ياسمنا بين زمن تقول عن زمن الطيش ولا تشيشير ولا شكيفته انا كيما اعترف انه بلاك عبد الفرق انا كيما كنت قلت للنقيب سابقا ندخلهم كنت عنك الساعه كنت نمشي عني واحد دوش لين السحم وانا واحد دربين داخل نشرب جميل زين ذا من الأخطاء منك الساعة بطل والسؤال الثاني السؤال الثاني لهي نقرأ بعض التعليقات اللي على الفيسبوك خصوصا هاي الفقرة خاصة بالمدونين ونعود نرجع لك فما أيضا هاشتاك اشتهر شوي على الفيسبوك خلال نهارين تاليين مثلنا ليشدوا فيه شوي من والله من الأخبار اللي تقرأ لنا تعليق والله اثنين من التعليق الموجودين عندك والله هي عندنا سيد المختار قال عنه أول رمضان لو كان 2012 وكان عمره 11 سنة وقط بعد النهار حاجد عنه عطشيني ذا قمت وقال عنه ليه يجي السحم نفس الشيء دخل في الدوش وشرح هاي من ضد الدوش الشهيرة هذا هذيك هي اشهر ما تنتركها ما تني خلوهم يسحموا انا زدنا دار عرفنا عرف مزت بقروني نسحهم بل راسه تم القرن اللي تقاطر تقاطر شرب ما شرب تقاطر بل راسه تم القرن اللي تقاطر فمي هنا خلصك أنا طيب عندنا أيضا تعليق وخرق أن يستقبلوا مشاهد من المشاهدين أعطوهم فرصتهم شوي سابقتوا في الحلقة نعم مشاهد السلام عليكم نعم السلام عليكم نعم مشاهد أهلا وسهلا بك الاسم السلام عليكم الاسم الكريم السلام عليكم عليكم السلام الاسم أعطينا اسمك ومن منين تلفن؟ ألو حاول تسمعني من سماعة الهاتف وأعطينا اسمك ومن منين تلفن؟ طيب نقبل مشاهد آخر نذكر مشاهدين دائما يتم وصلتونا بسماعة الهاتف ياك نسمعوهم نعم مشاهد؟ ألو أهلا وسهلا السلام عليكم ألو السلام عليكم نعم مشاهد؟ إذن فم زحمة شوي على الخطوط وفم أيضا خلل شوي في الصوت نعم مشاهد أهلا وسهلا الاسم ألو السلام عليكم يا مرحبا بك وسهلا عرفنا عليكم من منين متصل اسمعني خويا من التلفون نواديبو نواديبو مرحبا بكم ومرحبا بجميع المشاهدين في نواديبو نواديبو بعد مولي عود حامي مو كيف كيف نواكشوط لا خبطة في اسمه هذا بطراق بين الحمان والبر طيب أصل الصحة 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 شوف طبعا أنت كنت تتابع برنامج ليالي رمضان بدل بارح وطبعا هذه الحلقه الثانيه منه وهي صارت قناه ساحل كل ليله نحن طرحنا السؤال في نهايه الحلقه وهو اول رمضان صمته من درك انك صمته في نواديبو لا رمضان صمته بوتيريميت بوتيريميت وش كان مواسي ذاك النهار اللي صمت فيه اول يوم الصيامه أول يوم الصيامة ذاك النهار كنت صوت فيه غطاني وذكر عني وشيت معي الوالد عنه كان الوالد مراقب علي وعني غطاني جي السر بينه وشافه ممتاز هذا اعتراف مهم هذا اعتراف مهم نحن كاملين قليل لك حد اللي ما قط
عدل خلل من هذه الامور ذي. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك مشاهد. لا هي نقرا تعليق من تعليقات الفيسبوك، والله سابق تقرا انت تعليق اللي نقرا لك انا تعليق. السيد من التركزيه قالت كل تحيه لك الصحفي المتميز محمد الحافظ وزميلتك العاليه. التصحيح انا الليله ماني العاليه، العاليه كانت البارح. قالت لك بما يخص السؤال الرمضاني الاول، البارح سمعنا تجربه العاليه ومازال تجربتك انت، معنى انك اللي تقول انت تجربتك. طيب انا تجربتي لين تحول شور المشاهد حامدين والحمد، انا تجربتي لين نقول لكم في اخر حلقه ان شاء الله من ليالي رمضان. طبعا قال على ان اول رمضان لي وحامدين والحمد، قال اول رمضان لي يسمح لي كنت شاب طائش رفقه الاصدقاء ونظلوا في النهار نشربوا ونلتهاوا مع الخلق خلق الثانويه ولينا نرجعوا للمنزل نمسحوا فامنا وقام يضحك ظلنا ضاحكين احنا مولي معك وكاننا صائمين. طبعا كانت مياسه من الطرائف اللي دائما تخلق في رمضان الاول. السيد نقيب لاهي تقرب منكم مايك شوي، انتم طبعا كما قلت حالا على مردة الربيع عاد شهيره جدا يبدون شهيره برك، وزمن القديم يعني الربيع ما كانت خارقه، ايش كنتوا تعدلوا؟ تعدل انا كانت فتره الحلبات كانوا الربيع خارقين. خان خالد يقول ايش تقبل عليك تفتح رشاش؟ تفتح الرشاش و لا خارقين الرشاشات وخارقين خارق مولي شماه الرشاش خارق الربعين اللي فتحوا تحت اللي ابتلعوا منهم السواد والله قاع عيال كانت عادة النشوط الاولي يساوي الرشاشات كان لا السواد توه يبتلعوا جميل يبتلعوا من الربعين وبالتالي ما شاء الله القضية كانت متاحة لحد لهي رمضان الأول رمضان الأول لهي والله زاد يوم الأول لهي خاصة رمضان كان متاح بالطريقة ما شاء الله اللي قد عدى به لا يسمح لنا كاملين إن شاء الله. قلي طفل من الأطفال رمضان الأول ما قط خاضع لهذه الحالة. الشيخ سابق نقبل مشاهد تم بين أيضا المدونين اللي معروفين على الفيسبوك وفهم هاشتاج اشتهر شوي على فيسبوك اليوم مدون النفيخة والله مدور الأكشن لك هاشتاج لا شفته يتصل طارقين بعض الشباب حول بعض المدونين اللي واحد منهم متحاسس براسه. أنا شفت ناس كاملين يتبرعوا منه أنت واحد منهم ناس فرق كلهم شارد منهم متبرع منه ما رأينا حد حايزوا علي منو أنا؟ ما كنت شاك عني منهم ما كنت شاك عني منهم ما كنت ناك تبريت منه؟ مدون النفيخة حسب اللي هم نفيخة زاد البلونة اللي انت نفخها وفوق حاسب راسه ونفس نموت مثلا متكبر يعني تكبر زاد ما لا لا متكبر بل شخص مالك مدون النفيخة ما كنت شاك استقبل اللي قاعد ذاك النوع ما ودائما عادة نشوف حدا كيف تقع لأنا بلوكي يعني مباشرة بيلي بالنسبة لي سنشي عندي البساطة بيلي أنا من نفسي عايش في حي شعبي ونبقي للبساطة ونبقى الناس كاملة فهمت فعلا فهم شو من الخلق على فيسبوك كما قالوا الشباب واحد وتكتب كلمة رهنتين العربية الحسانية ويتخيلوا عن ما فوق وحد له تحت وحد له صراحة ما هو اليالة بي يالة الناس كاملة عندك سواسية ما لكن اللي متكبر ما هو يالة قاعد صحيح معناه أن مدون حق مستوى معناه أن مدون مثلا في اللي فهمت انه الحق مستوى معين مثلا كبر يشك انه مثلا ما تلفوق ولا تحته مثلا انه هو كل شيء انه عاد مثلا احتل مكانه معينه وبالتالي قد يعود يتكبر على التعاطي ويتكبر على يا مثلا ايش قالوا يقولوا له اعجاب الاعجابات والتعاليق وتجاهل الناس تعجب فيه وعدم التعليق له في الوقت اللي يتعلق عليه طبعا ظاهرة ما يكون مدونين حذفوا جميع المجالات تجبر فيهم لكن شفتهم من هذاك في المثقفين وشفتهم اللي في الصحافة واحدين منهم متمصاب بالحناء حاسين بروسه إذا بالنسبة للمدونين بعد لا حد يعرف عنه كامل شقي ذوك لايكات وتعليقات قلت لا ينسحبوا منه بقى حاكم يشتغل معنا مهمة التواضع عود خارج عود اللي فهم التعاطي الإيجابي مع المدونين صح كيف قال؟ انت وصلت لهذا المستوى بفعل الناس اللي تتابعه معناه ان هذا يوم اللي اصلا رد الجميل يعني على الاقل هاي الوسائط اصلا معادله في اطار التفاعل معادله اياك على انه مثلا كل يتابع الاخر وكلما اعجبه يلا يسجل له اعجاب كلما تم تعليق يلا يعلق مثلا عليه غير مدة التعليقات يلا تعود ايجابيه انا لاحظت روايه لان اول تعليق العاد سلبي العاد ايجابي يعني تقوم التعليق كامله ما شعل نفس ما شعل نفس صحيح اول تعليق اول مثلا ما تكتب تدوينه والله تكتب معين بس ياخذ نوع من الاحماء اول اذا قام عليه واحد مثلا وتري مثلا يا تلباطي عدلك نوع من التعليق اللي نعرفه كاملين اللي ما هو ايجابي ما شاء الله لهيرا
حتى اني علق عليك واحد خجمه ما يعرفك والله يلحق مكثرها بقى ما يعرفك صحيح حتى اني والغريب اللي يعني اكثر الناس اللي معلقه بالطريقه اللي ما هي ايجابيه اغلبهم اللي ما هو معروف قاع مثلا ما هو لا يكشف عن صورته ولا عن اسمه مجهول هويه مجهول هويه صح صح اذا نعطيك قوسين بعد اخبر فيه المدونين قوسين نفتح لك قوس لنقول ايضا سيد نقيب مدون ايضا المدونين شنو يعني المسألة خلطة لكان في المجتمع الموريتاني باختصار باختصار أنه أيوة. عن دائما يختل لك تدميات اللي فيه نوع من النكت لكن دائما الشخص اللي يكتب لك نوع تدميات ودقالي عند الناس الرواية عنده ماكي ما ولك نوع مش خاق واحد يتعمق لك حتى في تدوينه والله والله ما قال شنو عبارتك أنت الشهيرة اللي تستخدم في التدوين عندك عبارة شهيرة دائما تقولها خصوصاً تعود برشلونة فائزة والله زمن برشلونة تعود دائماً أنا عادي يا ياسر يا تروح تستفز وسم عنده خاص به عنده شعار مثلاً عادي بعض مصلحات مثلاً يقول فلان ذاك الطيران عايله طيران عايله بالصراحة شو بعدين يقول هذي وياسر دائماً تستفز الريال مدريد دائماً يعود مقلب حتى هم يستفزون احنا مول يستفزهم يعني دائماً فهم حرب صراع بين الريال مدريد والبرشلونة عن طريق الفيسبوك طبعاً لاهن نطلب من الغرفة الفنية زملائي يطلعون رقم الواتساب هذا الرقم اللي لا تشوفوا بإمكانكم كنت ترسلونا فيديوهات قصيرة تتكلموا فيها عن رمضان بشكل عام وتوجهوا من خلالها رسائل تبقوا توجهوها والله الموضوع اللي لا نقوله نحن على الفيسبوك بإمكانكم أيضا كم تشاركوا من خلال فيديو قصير على الواتساب لا هي بعد هذا الرسالة مساج اللي مشاهنا زميل دومو والغالي من تونس يتحدث فيه عن رمضان الأول وعن أيضا رمضان في الغربة شكيفته لاهي نشوفوا هذه الرسالة اللي مشاهنا يدومه هذه الرسالة هي نفس الرسائل اللي يلا تم تمشونا من خلال الواتساب لاهي نشوفوها ونرجو نستقبلوا مكالمات المشاهدين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تجربتي مع رمضان الأول كان في مقاطعة كنفوسة وكانت تجربة ممتعة وكان في قدر من الطرائق ولأني صمت ما فاتحقني الصوم ما فاتبلغت الأهالي في كنفوسة يصوموا الناس سابقة برغو من أجل يتعودوا على العطش من أجل يتعودوا على الجوع من أجل بالنسبة للتكوين وفارماسيون مهمة للأطفال لذلك كنت الآن يتعود العاشرة والله 11 والله ميدي نمشي نأخذ ونأكل ونشرب ونمشي مع التركشورة حاب كان كوصل وبجرديات ما خرجوا فيهم شيء منهم ذيك الخضروات والفواكه وين عود سابق المغرب شوي يجون طايح ونقولوا عن النهار اليوم تيم وإنه حق عطشنا وعلينا جعنا وركده هو صايم في تونس وما شفت قبال تجربة ما شفت قبال فرق كبير بين الصوم في موريتانيا وتونس كنا عم جو هون جو بارد نفس الطقوس ما شعرنا بالغربة ولا شعرنا بأي شيء الأمور الحمد لله بخير رمضان هنا عدينا من النهار الأول كان مش هذا بارد ما حسينا بالعطش لا حسينا بالجوع وتحية كبيرة لأهلنا في تونس والجالية الموريتانية في تونس ولأهل تونس ورمضان مبارك وتحية أيضا للشعب الموريتاني كامل راني نحيي تحية مناسبة الشعر الفضيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة ليدومو الغالي في تونس وهو من أيضا طلاب الموريتانيين الموجودين في تونس تحية من خلال جميع الجاليات الموريتانية الموجودة طبعاً في تونس طبعا موجهين تحية لجميع الجاليات الموريتانية اللي في جميع بقاع المعمرة نعم طبعا نستقبل مشاهد شو ماسي عندك؟ ما في مشكلة نعم مشاهد ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. ليالي رمضان. يا مرحبا بك وسهلا. تعرفنا عليكم من منين متصل؟ يا مرحبا بك وسهلا. الاسم ومن منين تلفن؟ هذا زين. هذا أول متصل الليلة من نواكشو. الاسم؟ اسمك؟ ألو؟ وسامعني قال الصوت يوصل متأخر محمد أمين ول حاول تسمعنا من سماعة الهاتف كيف شي تسمعنا من التلفزيون طيب محمد أمين ولا محمد عبد الرحمن محمد أمين محمد عبد الرحمن مستعد نديرك في قرعة وإذا جسمك تعود تحضر معنا في الحلقة الجاية
محمد الامين اسمعنا من التليفون نختار قاعد يجاوبنا نعود لنا. اذا شكرا لك محمد الامين والمحمد عبد الرحمن، انت ما تسمعنا من التليفون، تسمعنا لا من التلفزيون، وبالتالي يوصل دائما الصوت متاخر بثواني. شكرا جزيلا لك. مشكلة متصلة على الميستان. اعطونا مشاهد اخر باللي نختار قرعة عود فيها شخصين بعد على الاقل. نعم مشاهد السلام عليكم. الو السلام عليكم. متصل نقص عنك التلفزه شوي. قطع. هي ما قالت لك قطع، قالت لك انقص صوت التلفزه. اذا مشاهد اخر. الو السلام عليكم. نعم مشاهد. الو السلام عليكم. اذا انقطع الخط ايضا من جديد. نحن ضروري نجبر مشاهد اخر من نواكشوط على الاقل تقرع بين شخصين من سكان نواكشوط، وطبعا الناس اللي خارج ايضا نواكشوط بامكانهم يديرون في القرعه حتى كانوا يقدروا يحضر. كان يقدر نتصل كان يحضر الليل تغدا. تلقى معنا التصل راعي مريم تلفنت معنا نعم. الو السلام عليكم. نعم الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من معانا ومن منين متصلة؟ الو معاكم شحالكم يا حبيبات؟ مرحبا بك وسهلا، عارفين عليكم من منين متصلة؟ متصلة من تيكنت معاك مريم. مريم من تيكنت، مريم اقص عنك التلفزة شوي. معاك مريم متصلة من منين؟ من تيكنت. تيكنت. مريم من رأيك كان كانك تبقي تحضري في برنامج ليالي رمضان في واحدة من الحلقات؟ مرحبا بك. مريم سمعتي سؤاله؟ والله معقولة. معقولة، قولي لنا مريم منت؟ مريم منت؟ اسمك الثلاثي والله اسمك ثنائي، مريم منت؟ مريم منت ايش؟ منت ما يقبأ. منت ما يقبأ. مخيرت بيك مريم منت ما يقبأ. مريم منت ما يقبأ. مخيرت بيك. إذا مريم لاهي نديروك في القرعة إن شاء الله وتعالى، وإذا جاء اسمك لا تحاولي تحضري معنا ليلة غد في برنامج، أنت وحظك، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. ليلة تغدى ما يقريه. ليلة تغدى قريب، والبرنامج كل ليلة، وكل ليلة أيضا يعود معنا إن شاء الله بالإضافة للمدونين أيضا المشاهدين الآخرين اللي ربما قاعد ما يبعيد. ما يبعيد لا حد إذا شو اسمه هذا يفطر ليلة تغدى هون في نواكشوط ويحضر معنا إحنا 11 ونص إن شاء الله تعالى. طبعا بالعودة. عودوا له باط على. ما عنده مشكلة. ذاك كامل. ذاك كامل. ما الحساب أيضا النقابة ما عنده مشكلة. إذا لاهي نقراو تعليق أيضا من الفيسبوك معانا. أروى قالت ماني من المدونين يا غير، بعد رمضاني الأول كان 2013 وكنت أنا وعيوش بابا يعفي علينا، لا لين نعطشوا ندخلوا في الدوش ونشربوا ونمسحوا فامنا ونخلوا، يعني الدوش الناس كاملة جابرة طريقة دشر الدوش. الحمد لله ماني واحد يبارط القضية. الناس كاملة جابرة طريقة دشر الدوش. حتى السيد النقيب أيضا كان بداياته لا بد من يتلسح بعد إنه وأيضا منى كانت عندها عرف قالت والله كنت بقروني دائما ملي دائما تبلهم المتم لين تعطش شوي بعد تعصرهم شوي. مش أنت حي الرضا السيدي سيدي قاعد يسقي قطرة هذا متين بعد شوي. رضا قالت لك وخير اخي محمد الحافظ، تحيه لك ولطاقم البرنامج. اول رمضان اللي هي رضا 2008 وكنت لهم في العاصمه مع صباح نطلع شغل المدرسه نصطبح ولين نقز نمسح فمي حتى ونجي للدار كيف حد ما قطاك شيء، ونتم الليلين نتوضا للظهر والعصر نشرب حتى واي فرصه جبرت ناكل فيها ونشرب. ممتاز. اذا شو ما عندك نستقبلوا اخر مشاهد معنا في هذه الحلقه. ما في مشكله وقت. طيب. الو السلام عليكم. نعم نعم مشاهد السلام عليكم. رمضان كريم مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. كيش مالك سامع؟ حاول تسمعنا من السماعات. إذا ما هو سامعنا نحاول نقبل مشاهد آخر، نعتذر من هذا المشاهد اللي يعقب يسمع الحلقة في عادته يعرف أنه ما سمعنا. نعم مشاهد. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اسمعني من سماعة الهاتف رجاء. انقص عنك التلفزة شوي. الو.
تعرفنا بكم من منين متصل؟ يا مرحبا بك وسهلا. نعم تفضل، تعرفنا عليك ومن منين متصل؟ معكم شرح بيل التعقي من الطار. الاسم؟ شرح بيل. معكم شرح بيل التقي. التقي من أطار. من مدينة أطار. شو ما يصير مع الحمار؟ من أطار قلت لك. والله. بعيد بعد. وحامي مولي. ايوه تكلمنا عن احنا الناس سويناه عن رمضان الاول، انت اللي تتكلمنا عن نهارك اليوم ايش كيف وكان؟ زين الليلة علينا قبلنا خمس متصلين وفي خمس ولايات مختلفة. وانتم طبعا اللي تعودوا في أطار دائما دايرين قناة الساحل، قول الحقيقة. ها؟ والله واكي قاعد معمر ومخرفكم. هذا بتي. زين شو ماسي عندك برامج قناة الساحل في شهر رمضان؟ ما شاء الله فريدة من نوعها بالسنة، وخاصة برنامجكم هذا بعد سبعة واحد. هذه بعد الليلة ريالك ليالي رمضان. هيك لك برنامجكم هذا بعد سبعة واحد. زين زين. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. حق والله يبارك لنا وعليكم ان شاء الله وجميع المسلمين. امين. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك، وتحيه من خلالك لجميع المشاهدين في مدينه اطار، شكرا جزيلا لك. طبعا جميع ولايات نواكشوط. جميع ولايات نواكشوط، نقول لك جميع ولايات موريتانيا. نواكشوط روانك في ثلاث ولايات. جميع ولايات نواكشوط صحيح. اذا نستقبل مشاهد اخر، احنا نبقى نجبر حد يقدر يدخل معنا في القرعه. نعم مشاهد. الو السلام عليكم. الو. اذا بالنسبه للمشاهدين ربما ان نكتفوا بهذا القدر من. نعم تفضل 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 مشاهد. نعم تفضل مشاهد، حاول تسمعنا من سماعه الهاتف. داخل الكوزين. الو السلام عليكم. اعطينا اعطينا مشاهد اخر، اخر اخر فرصه ان شاء الله تعالى. اعطينا مشاهد اخر. بين الوقت ما تلي يسمح بالاكبر عدد من. نعم مشاهد. نعم السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. يا مرحبا بك وسهلا. الاسم ومن منين تلفن؟ مرحبا بك وسهلا، انقص عنك التلفزه واسمعنا من التلفون وقول لنا اسمك ومن منين متصل. ممتاز. سيد احمد ولد الطالب احمد من نواكشوط. سيد احمد استعمل طالب احمد من نواكشوط. طيب. شكرا لك سيد احمد، شكرا لك، نديرك في القرعه ان شاء الله، واذا جا اسمك تحضر معنا ليلة غدا. شكرا جزيلا لك سيد احمد. رانا شاكرين لك على الاتصال. شكرا جزيلا. لا هي لا هي نتحول شوي شور السيد نقيب. السيد نقيب باختصار شديد، ثم تحدثت عن ضرورة وجود البرامج المنوعة اللي تجمع بين التوعية وكذلك طرافة وذي الأمور ذي، نظرا ياك تكسر الروتين وياك أيضا المشاهد يعود عاقب النهار من الإرهاق اختير إجبار لا شيء شيء خفيف دائما في الليل أساسا. لماذا اخترت بالتحديد هذا النوع من البرامج وتقييمك الإجمالي لمختلف البرامج الموريتانية في الليل اللي السهرات الليلية بدون ذكر الأسماء؟ مايك شوي بشكل مختصر. على كل حال أشدد شكرا لكم على الاستضافة، كما أهنئكم على 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 الانطلاقة. طبعا هذه الانطلاقة كيف قلنا كاملين انطلاقة فيها تنوع وفيها ثراء وفيها لأن أنا مشي هون حكت الفقيه يتحدث عن 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 الصيام ورأيت بداحة قدامي تمدح وضم أيضا فقرة صحية وهذا لا جزء من مظاهر الخيمة الموريتانية خصوصا إذا أعطي الطابع الرمضانيا.
وبما ان اللي فيه معطى جديد اللي هو قضيه الوسائط الحديثه والمدونين والاهتمام اللي بالمدونين هذه مدي فكره جيده وهامه لان هذا 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 فضاء جديد في قدر من المسائل اللي مطروحه فيه من المهم متابعته واشراكه والاهتمام به واهتمام بالقضايا المطروحه فيه. صحيح. اذا هذا التنوع وهذا الثراء مطلوب في البرامج الرمضانية. معروف على أن سابق القنوات كانت الإذاعات تلعب هذا الدور الترفيهي، هذا الدور اللي فيه تنوع من خلال برامج ثقافية، برامج تراثية، برامج دينية متنوعة، من خلال حتى تناول السيرة الذاتية لبعض الشخصيات اللي مثلاً كانت عندها أدوار معينة، سبر أغوارها، معرفة مثلاً مجمل مسارها الحياتي. سواء الوظيفي منه، سواء ثقافي، سواء سياسي، سواء اهتمامات والاهتمامات المتنوعة. إذا هذا النوع يكسر الروتين. جميل. ويخفف علينا احنا هذول اللي كنا طابعين على نمط معين من البرامج. تختاروا تفرجوا على ارواحكم. قنوات الخدمة العمومية قبل ما تبدأ قنوات هذه الثورة الإعلامية الخاصة. صحيح. في معطى شديد اللي تابعناه خلال السنوات الأخيرة وحضور الدراما الموريتانية. مهما كان تقييمنا لمستوى الإنتاج اللي تقدم غير بعد أعتقد أنها هي الأخرى فكرة هامة شديدة ولاحظت أنهم اللي انتقلت من مؤسسات الخدمة العمومية خصوصاً قناة الموريتانية إلى القنوات الخاصة. على كل حال هذا التنوع وهذا الثراء. صحيح. وهذا ونحن في قناة الساحل نعدكم ونعد المشاهدين الكرام. نعم. إن شاء الله بهذا التنوع وضرورة. نعم. وجوده أيضاً بالطبع. وكذلك برامج الساحل سهروا القائمين على هذه القناة من عمال وإدارة أيضاً. نعم. على إخراج مسطرة رمضانية تليق بهذا. نعم. الشهر. شكراً. وكذلك تنال إعجاب المشاهد لأن العمل الإعلامي أساساً موجه له المشاهدين بصفة عامة. علي الشيخ كلمة أخيرة، أنتم كمدونين دائما أغلب وقتكم لا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عندما كنتم تجبروا وقت تخرصوا التلفزيون وتقيموها، أتقرب لك المايك. أنا قاعد بدون مجاملة. بدون مجاملة صحيح. أنا بقى بالنسبة لي كان راسي سهل التفات فيسبوك وكونكسيون ويكرويات تفزقات المنقطع أنا ما أجل خلاص أقا يكون وفي برنامج مهم عندي وضع حد فيه من الخلق اللي نعرف ما تشارك معنا في مجوقة قاعد يعني خلاص لا خبر تعرف والناس لا تعرف اللي عندي أنا اللي عندي بها ارتباطات وهو اللي دائما نتابع برامجه كل من يتلفني يقول أنا أخذ في قناة فلانية وخرس وبالنسبة لي أنا قاعد تلفزيون ماني خلاص لحد وهذا ما أنا كظهر لك على إنه شين قال نفخة منو أنا كنت أنت قاعد خلاص ما لا ما هو نفخة ولا مولي تانجو لا بيلي أنا لا توف أنا من نفسي العالم الافتراضي جنون جلك سحر نتو ونفس الوقت مولي نهايه المطاف انا ظالم عن استخدام ما واحد بالنسبه لي انا عبر فيها عن وجهه نظري فهمت فهم واحدين يستخدموه كيف الصحابه فيهم واحدين يقولوا لهم بشمارك حتى المدونين فيهم بشمارك ما نقول ندخلوا في ذيك الدوامه متخلطين نقول لك طريقه الناس استعمالها له بالنسبه لي انا دائما اتفرج فعلا عندي قلت ما سويت على الطرف اصلا متروش فهم بعض المدونين انا اتاثر بهم ويتخرصهم خلصت بناتهم فهمت يا ربع نقول لك انا فيسبوك ينجبروا قد هو سنتين تلفزيون ما خلصت كل طيب. شكرا جزيلا لك خلي ولا نساعدك ما تلاحظ حد قاعد قاري لا كم خرجت تلفزيون ولا تشاهد الاخبار مال ما حد ولا ثلاث مجلس جماعه خارجه جميل جماعه قاعد جماعه مفهومها التقليدي ما موجوده ما ثلاث خارج صحيح وحتى الاسره ما ثلاث مجابره صحيح اذا شكرا شكرا جزيلا لكما السيد نقيب وكذلك المدون علي الشيخ طبعا نحن ذاك لا نقيسوا شوي نكسروا الروتين شوش من مراحش من الطرائف جميل نقيسوا فقره طريفه شوي ترفيهيه اللي تعود موجوده معنا في كل حلقه ان شاء الله تعالى كيف قد الوقت ان شاء الله المرابط والزين عنده فقره اشتهرت ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي وهي الشيباني لهين نشوفوها ونرجع لكم ان شاء الله بونجور تولموت اهلا بكم الخير ينكب الحلقه اليوم عن الطب وخاصه بكم انتم اللي معكم في الطب وجوه لكل الهي قدو قاع ما تلاو يشوفوه الطب حد قاسه لا واعد لا اخر قم لا يجبر ارض المحشر عند الهي
قدام اثنين من البوليس يا غير من تحليل شخصية منكر ونكير ولا تخطاهم لهيه طميم إمام ينهدي الجنتية وفي الجحة طبيب لا ينجيه أول شي عدلو بالصنات يقلق ولده ويأخذ لك ويقول لك تفضل هو من هو اللي يتفضل مقدل عندك من دعقل تقولوا انت انا في القولون حسب فهم في قاعد انت اخي صاي جهاز هضم بصدقك زي اللي قلت كامل ويكتب لك دواء موصوف للحوام ترفضوا تدخل الى مول الصيدلية القدام يعدل الصيدة مطيلة تنقط بالملحم ويجي عنك جابي ويشتلك بدور كامل وتمشي انت به وتعملوا البراش لكنك ما لك مزمل وتمشي عن حالتك وترجع له متحاول يقول لك ما هو اللي كتبت لك فيه دور كامل ولا بدا لك برك من عملية الزايدة انت حالتك متينة عايش ودخل غرفة عمليات البطيش ويا كتلك ويا وخلون زق ميت يكتب له لك شهات وفات ويديرك على ظهر فكره ويقول المرحوم ما عاد السابعة من البيكات وفات طبعا رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا هذا الشيباني اللي خاص بقناه الساحل طبعا وحصريا على قناه الساحل طبعا خاص برنامج ليالي رمضان وخاص بقناه الساحل بصفه عامه هو عنده توقيت يؤخذ فيه وايضا يؤخذ في ليالي رمضان اذا ما شفته في توقيته الرسمي على الاقل في ليالي رمضان ايضا اللي تشوفوا كيف فقره ايضا 100 سؤال طبعا في هذه نهايه هذه الحلقه لا هي نتحولوا شوركم السيد نقيب عندنا أذلت متصلين سيدة من تيغند ورجلان من واكشوط هذا واحد منهم لا يحضر معنا ليلة غدا لتعطي النقيب يقبل واحدة من التواقب ومدرى صاحب كيف وصاحب أطار صاحب كيف وصاحب أطار ما أعتقد أنهم مستعدين للحضور معنا في الحلقة مدرى كان يقدر ندير اسمي في بلده ديري إقبال تبقى تدير اسمك تبقى تدير اسمك خير الأمور أوسطها بيت جميل طبعا هذا اختاره سيد نقيب هذا محمد لمين والمحمد عبد الرحمن من نواكشوط محمد لمين والمحمد عبد الرحمن من نواكشوط اللي تجينا عند مقر الساحل راهو لاح كارفور بنبلاه ليلة غدا حاول انك تعود ل 11 موجود هون عند قناه مقر قناه الساحل طبعا طارق معك بطاقه التعريف الخاصه بك اللي فيها اسمك الموجود عندنا هون وإن شاء الله تعالى لا يتعود موجود معنا في طيلة الحلقة القادمة إذا بقيت تشارك معنا في مواضيع هذا بقيت ملي تعود مشاهد معنا من داخل هذه الخيمة إن شاء الله تعالى ونذكرك نذكر الاسم هو محمد لمين محمد لمين والمحمد عبد الرحمن محمد لمين والمحمد عبد الرحمن سيد نقيب شكرا جزيلا لكم شكرا بارك الله فيكم على هذه الدعوة وحرصت على أن أكون معكم هذه الليلة ليلة ثانية من ليالي رمضان شوي من الوقت طيتنا بونس وزدتكم شوي من الوقت وراجلكم التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا علي الشيخ كمدون أنا شاكركم توما للحلقة وجد مسرور عني مع نقيب ومعكم توما واتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المستقبل شكرا منى لين توحشوا كيف تقدر حتى لدي توحشكم توما وش أنا عندي عني ماش يقدر ليلة أخرى عيط لي ان شاء الله تعالى دون عيطوا لك ليلة اخرى ان شاء الله باذن الله تعالى منى بنت موسى شكرا جزيلا لكم اتمنى لك ايضا توفيق ببرامجك وشاكرتك على كرم اخلاقك اللي من النادر كيف ما كانوا الاخوه يقولوا فما مدون نفاخه حتى فما اتياس من الصحافه اللي نفاخات كاع وحدات ما هي نفاخه واحده اقوى ما التلبيه انا بقى وهذا الله العكس الحمد لله الحمد لله وهذا الله العكس وشاكرتك حتى عليها وشاكرتك مدى على تنوعك ببرامجك اللي فاصل فيهم الساحه لا نقزر شوي احنا لله طيبين في فيسبوك بعد ياك تقدر عن الحاضر صراحه شخص فريد من نوعه شكرا جزيلا وشخص متواضع قطعا وانا بعد صراحه ارفع له قبعه احتراما وتقديرا للافكار النيره شكرا جزيلا الله يحفظك ان شاء الله قدرنا سيدنا نقزر شوي بي اللي عندي معاه موقف بي نحن في نفس المجال
وعيت نتصل ببعض الصحافة اللي نعرفه الزملاء وصديقائي أصلا ندور عندهم رقم ولا نجبره الحافظ تلفنت عليه ندور عنده رقم مشالي 20,000 رقم. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا جزيلا. هذا واجبنا تجاه بعضنا البعض. ما لي هي خرجوا الخطة هي أنا قاعد قد نعود أخبرنا حتى في الزميل وشاكروا على ما شاء الله هذه الأفكار الإبداعية اللي عنده وشاكروا على إصرار وعلى خلق الجديد وشاكروا مدلي زيادة على ذلك على أنه عد البرنامج ناجح استطاع على أنه يستقطب شريحة الشباب الموريتاني بكافة تنوعها وربطها وهذه فرصة لي لأني نأكد على هذا النوع من 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 من, من الإبداعات اللي عد زميلنا على أنه لا شك على أنه سيساهم في تقدم هذه المؤسسة. شكرا جزيلا. وأنا من خلالكم أيضا نوجه الشكر لفريق الفني لقناة الساحل. هذا الفريق أيضا لولا لما قدمت أي مادة إعلامية فم جنود في الخفاء وأنا دائما نختار نذكرهم به اللي فم مصورين فم جرافيكس فم مخرج فم مهندسي صوت فم مهندسي أيضا برمجة فم منسقين فم شخصيات اشتغلوا في الكواليس وهذه الشخصيات دائما لا بد أنا محظوظ أني نشتغل معهم في هذه المؤسسة وهذا البرنامج عنده فريق عمل متكامل. طبعا شكرا لفريق العمل شكرا لكم مشاهدين الكرام والمشاهد المشاهد اللي ذكرنا اسمه اللي هو محمد لمين والمحمد عبد الرحمن لا هي تحاول تحضر معنا وهذو الميكروفونات لا هي نسلموهم لمريم فاطر وزميلها ياك يختتموا هذه الحلقة إلى أن نلتقي إن شاء الله ليلة غد في حلقة جديدة من برنامج ليالي رمضان مع ضيوف جدد إن شاء الله إلى ذلك الحين في أمان الله. ظليا نضيل الهيانة صارت قدام الأحبار الله ليان الليل والليان صارت قدام الأحبار يا مولانا لا تشقيني يا مولانا لا تشقيني واجعلني لي عينيه من ليل واللي شكا يا راه شفيني وشكري عيني شفيني عيني واللي شكا رب الجليل يتهم بما يختار الله ليان الليل الليان طارت قدام الحبار الناس تزورك ما هباس وانت معدم للزيار وانا زاد الله كيف عاليين مقام مشدري مقام مشدري ساعد تسوى بالبزار خلى عرشنا يجري